لعبة بابجي نيو ستيت تحقق رقما قياسيا مذهلا في عدد مرات التحميل خلال يوم واحد فقط. لعبة بابجي نيو ستيت تسجل عدد تحميلات مذهلا في اليوم الاول من اطلاقها يوم 11/11/2021. وقبل البدء اعزائي الكرام، اتمنى منكم دعم القناة بقوة لاني بحاجة للدعم، بالضغط على زر لايك واشترك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. في غضون يوم واحد فقط من إطلاقها، حصلت لعبة بابجي نيو ستيت الجديدة بالفعل على 1,000,000 عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، وهو رقم أكثر من رائع بكل تأكيد. وقد أطلقت شركة كرافتون اللعبة أمس، ويبدو أنها كانت ناجحة بالفعل على الرغم من معاناتها من العديد من الأخطاء في البداية. لعبة بابجي نيو ستيت تتجاوز 1,000,000 عملية تنزيل رغم المشاكل، رغم أن العديد من اللاعبين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الحساب، ولم يتمكن البعض من تشغيل اللعبة بالكامل، إلا أن اللعبة لا تزال قادرة على تجاوز 1,000,000 عملية تنزيل على متجر جوجل بلاي. واعتبارا من الآن تم تصنيف اللعبة أيضا على أنها رقم واحد في الرسوم البيانية الأعلى على متجر تطبيقات آيوس قبل إصدارها. كانت لعبة بابجي نيو ستيت قد حصلت بالفعل على 40,000,000 أو 50,000,000 تسجيل مسبق على كل من متجر جوجل بلاي وأبل ستور، لذلك ليس من المستغرب أن تكون اللعبة قد حققت بالفعل نجاحا كبيرا. وبالنسبة لأولئك غير المدركين، فإن لقب بابجي نيو ستيت هو جزء من امتياز المعركة الملكي الشهير، ولكنه يعتمد على بيئة أكثر حداثة، ولكن في حين أن ملايين الأشخاص قد وضعوا أيديهم بالفعل على اللعبة إلا أنها لم تلقى استقبالا جيدا. لقد أبلغنا سابقا عن العديد من الأشخاص الذين يواجهون مشكلات مع الألعاب غير المستجيبة وانقطاع الاتصال بالخادم إلى آخره، لكنها ما زالت جديدة فهذا الطبيعي. هل قمت بتحميل وتثبيت لعبة بابجي نيو ستيت على هاتفك؟ شاركنا آراءك ضمن التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو حتى آخر الفيديو. أحبكم في الله، مع السلامة.